الاقتصاد هو عصب الحياة، والاستثمار هو الطريق إلى الاقتصاد، ولكن دائما تأتي الرياح بما لا تشتهي سفن المستثمر. فبعض المستثمرين بيجدوا بعض الصعاب في أثناء عمله، وبالأخص المستوردين. وده هيكون موضوع حلقتنا النهاردة اللي هنتناقش فيه مع ضيفنا أستاذ ياسر القماش، رئيس مجلس إدارة شركة القماش. أهلا بحضرتك. أهلا بك. كنا عاوزين نعرف كده بداية، إيه هي أكتر الصعوبات اللي بتقابلك في الاستيراد؟ بالنسبة للصعوبات، إحنا كان بيقابلنا طبعا صعوبات كتير جدا، وأي عمل في الدنيا بيبقى فيه مجموعة من الصعوبات، بس إحنا بالنسبة لنا كمستوردين كان المفروض إن البنك المركزي أصدر قرار بأن المستورد يشتغل عن طريق الاعتمادات المستندية، ولما حصل معوقات في الاعتمادات المستندية طبعا بتوجيهات سيادة الرئيس ان هو استثنى من قرار البنك المركزي المستوردين اللي بيستوردوا المواد الخام الأولية ومستلزمات الانتاج. فالمستورد اللي بيستورد مادة خام أولية او بيستورد مستلزم انتاج دوت يقدر النهاردة ان هو يستورد بمستندات التحصيل وبدل الاعتمادات المستندية. فسيادة الرئيس طبعا سهل الموضوع علينا كتير، فان احنا موضوع الاعتماد المستند ده كان بالنسبة لنا تقيل قوي في شغله، وما كانش مناسب لأي شركة استيراد وتصدير ولا لأي مصنع. بس احنا بنقول بنتكلم مع البنوك ان احنا النهاردة بنحاول، احنا كمستوردين بنحاول نطبق كل التعليمات اللي قالها سيادة الرئيس، لان هو الكلام اللي قاله بيبين ان اكنه عايش معانا في واقع الاستيراد وحاسس بينا كويس قوي. فاحنا بس طالبين من البنوك ان هي تبقى فيه سنة مرونة وتسهيلات وسرعة في الإجراءات بجد. لأن احنا بنبقى النهاردة أنا لما استورد واجي أفتح فاتورة وحول فلوسها من البنك ولأي شركة برا عشان أجيب الخامة بتاعتي. البنك النهاردة مثلا أخر للدولار شوية لأي ظروف، طبعا احنا مش هنقدر ننكر إن كل دول العالم وأولهم وعلى رأسهم مصر أو من ضمنهم مصر إن في أزمة اقتصادية بتحتم إن احنا بنمشي بمبادئ معينة وبطريقة غير اللي احنا كنا ماشيين بيها الأول. يعني هي من أكتر الصعوبات اللي بتواجه حضرتك اللي هو عامل الوقت. عامل الوقت لأن المصانع دي مسؤولة منك كشركة استيراد وتصدير، معتمدة اعتماد كامل على ان انت بتستورد لهم المواد الخام الأولية ومستلزمات الانتاج بتاعت مصانعهم. طب هم ما بيستوردوش وانت اللي بتستورد الحاجة دي ليهم، هيجيبوها منين؟ فبيطالبوك دايما ان بسرعة التوريد الخامات. طبعا انا بيبقى غصب عني، وانا مقدر ان ظروف البنك كمان هو كمان غصب عنه. بس احنا بنقول على الاقل لو انا مثلا مستورد او غير مستورد عنده 10 اعتمادات مستندية او 10 مستندات تحصيل، المفروض ان يمشي لنا منهم 2، يمشي 3، يمشي 4. فطبعا احنا ما بنطالبش البنك ان هو يوفلنا كل الاعتمادات المستندية لينا او لاي شركة استيراد وتصدير او لاي مصنع، ولكن قدر المستطاع لو انا مقدم 10 اعتمادات مثلا مستندية يمشي لي منهم 2، يمشي 3، بحيث ان انا برضو عجلة الانتاج عند المصانع دي ما توقفش. بعدين كمان احنا بنقول ان حقيقي دي كانت توجيهات السيد الرئيس ان مستلزمات الانتاج ليها الأولوية. احنا كل استيرادنا او كل الخامات اللي احنا بنستوردها مستلزمات انتاج للمصانع فقط، احنا ما بنستوردش حاجة تاني. احنا ما بنستوردش اي حاجة تاني غير كده. فانا النهاردة مش عايز شغل يعطل في المينا لفترات طويلة. طيب ايه الصعوبات تاني اللي بتواجه حضرتك في الاستيراد؟ طبعا انا برضو عايز اقول لحضرتك على حاجة، ان احنا عايزين نشكر السيد طارق عامر، لان هو برضو طول الوقت بيوجه لمديرين الفروع ومديرين البنوك بسرعة تدبير العملة للمصانع والشركات الاستيراد اللي هي بتستورد المواد الخام الأولية، وده طبعا كله كان بناء على توجيهات من السيد الرئيس، دي حقيقة يعني. واكيد من برنامجنا برضو بنوجه له الشكر وبنشكر الرئيس. طبعا هو يعني انا عرفت وتأكدت ان الكلام ده حصل اكتر من مرة، بان هو بيوجه فعلا لرؤساء البنوك او مديرين البنوك ان هم يحاولوا يعني قدر المستطاع في سرعه تدبير العمله للمصانع ومستلزمات الانتاج والمواد الخام الاوليه. فطبعا كلنا المفروض نشكره يعني على مساعدته لينا. ايه تاني الصعوبات اللي بتواجهك غير الموضوع البنك؟ خلينا نقول ان من اهم الصعوبات رقم 2
وصول البضاعه لمينا بقى. احنا خلاص تخطينا المرحله وحولنا الدولار، العمله الدولاريه والخامة وصلت لمينا او الكناتر وصلت لمينا. القرارات اللي بتطلع في بعض منها قرارات بتبقى انا شايفها بصراحه يعني محتاجه نظره تانية. يعني احنا كنا الاول لو استوردنا اي ماده خام مثلا بودر او اي ماده خام كيماويه، المفروض ان احنا بنحلل او بيطلبوا مننا في المينا تحليل مصلحه الكيمياء. يعني بناخد عينه او حد من المينا بياخد عينه عشوائيه ويحللها في مصلحه. طبعا ده اكيد لازم، طبعا مفيش كلام فيه. انما انا بتكلم فيه بقى ان احنا كنا الاول انا مستورد الماده الخام دي من مصنع وليكن في كوريا، فبصفه مستمره انا كل رساله نفس الماده الخام بستوردها من نفس المصنع. تمام، فانا محلل الماده الخام دي مره واثنين وثلاثه وعشرين وسبعين. كويس. فطبعا مصلحه الكيمياء لازم في كل مره تاخد عينه وتحلل، وده حقها طبيعي اكيد. ولكن اللي انا بقوله ان انت كنا بناخد الخامه لما توصل مصلحه الكيمياء تاخد العينه وتحلل ويطلعوا لنا الشغل، وبنمضي على اقرار ان الشغل تحت التحفظ لحين نتيجه التحليل، ظهور نتيجه التحليل. تمام. فكنا بناخد الشغل او الخامه نحطها في مخازننا وما نقدرش نبيعها للمصانع الا لما نتيجه التحليل بتاعت مصلحه الكيمياء تطلع رسمي. في الحاله دي بنقدر نورد للمصانع. لان انا النهارده عشان اركن او اخلي البضاعه في المينا موجوده 10 ايام او 15 يوم لغايه مصلحه مصلحه الكيمياء ما تطلع التحليل، مين اللي استفاد من الموضوع ده؟ مين اللي استفاد من الموضوع ده؟ الخط الملاحي فقط. ازاي بقى استفاد؟ هقول لحضرتك. ال 15 يوم دول اللي قعدت الخامه فيهم في المينا اتاخد عليهم ارضيات وغرامات وحراسه. مين اللي حصل الفلوس دي وحصلها بالدولار كمان مننا؟ هو الخط الملاحي. حاجه كده ملهاش علاقه بالدوله، حاجه بره البلد. فالفلوس دي طلعت بره البلد كده بدون اي وجه حق. انما الافضل القرار الاولاني اللي كان شغال لغايه يوم 4/6 اللي فات ده، كان اي مواد خام كيماويه بتيجي بتتحلل في مصلحه الكيمياء كانوا بيخرجوا لك الخامه بتاعتك او الكناتر بتاعتك على مسؤوليتك تحت التحفظ، وما تقدرش تبيعها وتفضل في المخازن عندك لغايه اما الشهاده بتاعت نتيجه التحليل تيجي. فانت خامتك خرجت ودخلت المخازن، ما دفعتش ارضيات وما دفعتش غرامات وما دفعتش حراسات وما تكلفتش فوق المنتج 1000 جنيه زياده على الطن او 2000 او 3 على الطن، وراحوا لمصلحه الخط الملاحي. طب انت دلوقتي عكست الموضوع، القرار اللي طلع من يوم 4/6 ده عكس الموضوع لمصلحه مين؟ لمصلحه الخط الملاحي فقط. طب خلينا نسال سؤال تاني. دلوقتي معروف ان ازمه روسيا واوكرانيا اثرت على العالم كله في كثير من المجالات. هل ازمه روسيا واوكرانيا اثرت برضو على سعر الشحن او الجمارك؟ اكيد اثرت على سعر الشحن، واسعار الشحن فعلا زادت وفي دول كتير جدا. وده احنا كلنا يعني احنا كلنا هنا في مصر كشعب لازم نقدر المعاناه اللي فيها الحكومه. خاصه من بعد حرب روسيا واوكرانيا. الموضوع كبير والموضوع عامل ازمه عالميه على كل الدول. فاكيد لازم هياثر على الشحن. هل علت سعر الشحن طبعا علت سعر الشحن والسعر زاد. والسعر في تفاوت، يعني سعر شويه بتلاقيه عالي 200 300 500 دولار في الكونتينر، شويه تلاقيه ممكن ينزل يهدى شويه كده. وده اكيد صب في زياده الاسعار على المنتج النهائي. طبعا واللي بيعاني في الكلام ده كله في الاخر المواطن اللي هو انا وحضرتك وكل الناس. طيب انا في نهايه اللقاء انا بشكر حضرتك استاذ ياسر القماش رئيس مجلس اداره شركه القماش. شكرا يا فندم ليكي. شكرا جزيلا ليكي. بشكركم.